أغنية بتشهد على قصة حب بليغ ووردة. لما استقرت وردة في الجزائر وبعدت بعيدة عن الفن، طلب منها رئيس الجزائر تغني أغنية في عيد الاستقلال، وكان المفروض اللي هيلحن الأغنية رياض الصنباطي، لكن رياض كان تعبان فترشح بليغ حمدي يلحن الأغنية. ولما عرف بليغ فرح جدا وسافر بليغ مع الفرقة، وحصلت المعجزة، قابل وردة حب عمره. بليغ كان بيحب وردة من قبل ما تسافر الجزائر، وتقدم لأهلها 3 مرات، وفي كل مرة أهلها كانوا بيرفضوا. وسافرت وردة وتجوزت وبعدت عن الفن، لكن لما رئيس الجزائر طلب منها ترجع تغني أغنية في عيد الاستقلال، فرحت وردة وحست إن الفرصة جات لها على طبق من ذهب، وإن القدر لعب لعبته معاها إنها ترجع تغني مرة تانية، لأن جوزها كان مقرر إنها تبعد عن الفن ومفيش غنى، لكن طبعا ما يقدرش يرفض طلب رئيس الجزائر. وفعلا بدأت وردة في التحضيرات، وفي الفترة اللي بليغ كان فيها هناك كان مخبي مشاعره، خايف يسبب إحراج لوردة قدام جوزها. كان مكتفي إن هو بيشوفها قدام عينيه. ولحن بليغ الأغنية وغنتها وردة، وبعد الحفلة ما خلصت دار حوار ما بين بليغ ووردة، وطلب منها إنها ترجع لمصر وللفن. فقالت له وردة الزمن والسنين والوقت، فرد عليها بليغ وقال لها عملت إيه فينا السنين؟ لا الزمان ولا المكان قدروا يغيرون. ولما رجع بليغ حكى الحوار اللي دار ما بينه وما بين وردة للشاعر محمد حمزة، وبدأ محمد حمزة كتابة أغنية العيون السود، وسمعت نجاة الصغيرة المذهب الأول من الأغنية على أساس إنها تغنيها. وفترة كتابة الأغنية يوصل جواب مكتوب فيه إن وردة رجع لمصر وللفن مرة تانية خلال شهر. وطبعا فرح بليغ جدا وراح لمحمد حمزة وقال له الكلام اللي أنت بتكتبه ده النجاة دي قصة حبي أنا وردة. فسأله محمد حمزة أيوه يعني عايز ايه يا بليغ؟ فرد عليه بليغ وقال له انا عايز وردة ترجع للجمهور بالاغنية دي. وكمل محمد حمزة كتابة الاغنية، وفعلا رجعت وردة لمصر وجمهورها المصري واغنية العيون السود، ونجحت نجاح كبير. لكن نجاة زعلت لانها المفروض كانت هتغني الاغنية دي، فقرر محمد حمزة يكتب اغنية نسي يا خسارة نسي ويلحنها بليغ علشان يصالحوا بيها نجاة وتغنيها بدل اغنية العيون السود. لكل أغنية أصل وحكاية، وإحنا موجودين هنا علشان نعرف أصل الحكاية. لو عجبك الفيديو اعمل شير ولايك.